كراسي. مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذا الأصوات اللي سمعتوها هما أصوات ما هيش تشوش ولكنهم يعملوا في انترينمون اشوفمون. أصوات مقموعة أصوات الشعب للحلقة الأولى. أخيرا أعطانا كلمة في بداية الحصة. الحلقة الأولى في الأسبوع من راسين كاري. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية. هذه حلقتنا جديدة تسمعونا تشوفونا على FM TV، وشكرا لوفائكم لينا ولوفائكم لي اف ام. تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك اي اف ام. هذا جروب جديد على ميني جميلة الشيحي. ميرسي ميرسي زيد التصفيق. نسلم على الناس كل تسمع فيا، بوسه كبيره سيسر ويحكم محلق. تعرف الضوء ديريكت دخلت قريب نبكي خاطر تفكرت لي تورناج ستوديو يا بابا ماشي ويقوى. سي بيان، برافو برافو برافو. رد بالك على الفرتاتوات اللي في سوريتك. يا عايشك هاني. نحاول نحاول نحاول. وما تصورش فرحتنا اليوم بالضيف اللي جبته لنا. شكون؟ انا ضيف الحصة. ضيوفه يرجع لنا بعد غياب اسبوعين. عودة الابن الضال. حلوة ذي. وي. أنس بن مالك. مرحبا مرحبا. وجهه ولا روز؟ شو شو. ميكرو ما عندي ثلاثة جمعتين ونص ما سيتوش ما شفتوش. دونك تبدلت عليه الأمور. استديو بيدو تبدل عليه. اللمبة الحمراء مش كانت غادي. كانت يا حسرة كانت. شكون ماسك شكون ماسك اللمبة الحمراء وأنا مش. أنا جبت اللمبوب الحمراء قدامي. باش نبدا نعرف شكون قص عليه الميكرو شكون. داكور دوك كيبدا اللمبة الحمراء هوني ما ندخلوش عليك. داكور دو. لا لا فما حاجة. ما ندخلوش عليك في الميكرو. أنا والمخرجة عندنا معناها لا كومبليسيتي بيناتنا باش أنه أي واحد يطول ويخرج على الموضوع قص عليه الميكرو تو. داكور نسلم على الناس الكل. معناها هذا ما يهمكش أنت وقتك. يهمني يهمني كل شيء يهمني. نسلم على الناس الكل خاصة المستمعين اللي سألوا عليا برشا. نسلم عليهم كل قول لهم ميرسي. هكا هو محنا صغيره كيما برشا توانسه تعديوا بها. وان شاء الله ان شاء الله لاباس وان شاء الله الناس الكل يتعدوا وان شاء الله بصحه وعافيه. وان شاء الله الناس الكل بصحه وعافيه. خذوا حذركم ديما بيان سور. وبطبيعه الحال كيما نقول انه ساعات واحد يكون فيجيلون لازم وان شاء الله يمنع يعني. واللمبه الحمراء شكون بدلها؟ انا بدلت. يلا رقم ثلاثه ابراهيم الطايف. Avec son écharpe écossais. Assez, مرحبا. مرحبا بك. ليكوست وليزيكوسي اللي حاضرين معنا ويسمعوا فينا من ليكوست. إن شاء الله نعدي وقيت باهي كالعادة. وبيان سور اليوم ليكيب رونفورسي. الروتور نتاع مش فقط ابن الضال مي أيقونة الفريق. أي وي بون تو كان كلكم بالنسبة لي أيقونات أنتوما. ولكن غياب واحد فيكم يأثر على. لا 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 شو هو شكون سيدي سامي؟ ما أنا حتيدي أكبر وحدة بركة تقول سيدي سامي عايش. تحية للتعميم. تحية الفرح برجب. يلا رقم أربعة ستارة ميمو. مسيكم بالخير. فرحان برشا اللي انا سرجع الحمد لله يا ربي. قام لاباس ورجع الحمد لله. سعيد برشا وسعيد ان نتلاقى معكم الكل. وصح الكوب جميله عايشك. شكرا لكم. مرحبا بكم. هذا الجروب نتاع اليوم اللي باش نسالوه له ماكسيموم دي كيستيون يحاول يجاوب بطبيعه الحال الى جانب انه في الدرجين الاخرانيين هما يقترحوا الاسئله ويجاوبوا. ايناس سي اف ام فوترا فيك وبعد نبداو. رجعنا في راسين كاري. مرحبا بكم وين ما كنتوا. سؤالي الاول يقول شنو هي أكثر وسيلة إعلانية تأثيراً إعلانية بالنون تأثيراً على الذاكرة بتاع المتلقي؟ بون أنت والذاكرة عامة. السمعية هي بصرية. بصرية بيبليسيتي. إي إحنا وسيلة إعلانية. إعلانية شنو هو السوبور معناه؟ شنو هي أكثر وسيلة إعلانية تأثيراً على الذاكرة تاع المتلقي؟ سينما. ليزافيش هي السينما. باش نعرفوا كيفاش يأثروا لي سوبور بيبليسيتير على المتلقي لازمنا نحكيو على لا لوا دو سوفنير بيبليسيتير. قانون ذاكرة الإعلان اللي تسمى بيتا. بيتا دو شكون؟ بيتا جاما. لا بيتا بسن.
رجعنا بدينا نسيت قواعد اللعبه. مازال يسخن مازال يسخن. معناتها وتهنيت لي ولا بس براب المجد قواعد اللعبه نسيتهم. بيتا دو مورغان ستيرن تعمل اسئله واحنا نجاوبوا هكا. اكزاكتومون بيتا دو مورغان ستيرن التسميه جات على اسم المخترع بتاع الفورمول اللي نحسوا معناها نحسبوا قديش يتفكر المتلقي من الاعلان اللي تعدى في السوبر اكس. المخترع سو ارمون واللي طور الكالكول هذا العمليه الحسابيه فيها برشا دي فاريابل كما قديش من مره تعدى سبوت بيبليسيتير وقديش من شخص تلقاه وقديش من مره تلقاه وفما في العمليه الحسابيه هذه ان كوفيسيون فيكس اللي حدو مسيو ارمون بعد دراسه قام بها والكوفيسيون هذا يخص السبور بيبليسيتير يعني وسيله الاعلام المستعمله باش يتعدى فيها الاعلان. بالنسبه للراديو التو نتاع الميموريزاسيون هو 5%. بالنسبه للصحافه المكتوبه النسبه نتاع تذكر المتلقي الاعلان هي 3% 10%. في التلفزه هي 15%. وفي السينما نحكيو على نسبه 75%. البرانسيب بيتا حاولوا سنين الاخر انهم يحسبوه على لي سوبور جدد ولقاو انه نسبه التذكر بالنسبه للكوريي هي 62% وبالنسبه للبروسبكتوس يعني لامبريمي بوبليسيتير هي في حدود 26%. معناها تقريبا التلفزه هي اقل شويه من البروسبكتوس ولا لامبريمي بوبليسيتير وهي اعلى شويه من التوم تاع الصحافه المكتوب. اما علاش لي زانونسور بتاعنا ما يحطوش فلوس في السينما؟ باسكو التلفزه هي الميديا المهيمن. هو ده تعرف الكالكول هذا يقع على لي زانسيغ كيما نقول مش لي زانسيغ برودوي معناها اون كا دو كوبور نتاع فيلم وكل شيء تتعدى الببليسيتي هذاك. علاش الميموريزاسيون اي فور؟ سي با ان بلاسمون برودوي في وسط ابار لي بلاسمون برودوي ميم لي سبوت وقت اللي يتعداو وسط الفيلم في الوحده فوالا في الكوبور هذاك الوقت الميموريزاسيون باسكو ال رونفوا على ميموريزاسيون دو فيلم مش كيما ايميسيون ولا ال رونفوا ليستوار. خاطر الافلام اللي تفرج فيهم تبدا تكون فما فكره معينه. اكزاكت جينيرالمون اون كيت با سيرتو مشيت لو انت للسينما. اكزاكتومون فما حاجه ابراهيم انه مشروب غازي مش غازي العيد ولكن مشروب غازي عمل مره اقل من سكوندا يظهر لي كلك فريم في فيلم وهي من اقدم الومضات اللي تعديت في الافلام معناها في السينما والناس بعد سالوهم جو بونس في ليزاني 40 حاجه هكاك ما خلتنيش الذاكره وباش يقولوا لهم ان هما راو المشروب ويتذكروا بالكدا برغم اللي هي كانت اقل من بتدخل دي فريم معناها. شكونك عملها مرتين تقريبا في زوج افلام على الاقل انه في وسط الفيلم بيدو تتعدى معناها حاجه بتاع بيبليسيتي معناها صغيره ان بلاسمون برودوي مش حتى بلاسمون هي تقول انت هو متعدي صغير معناها متعدي والعفيش كبيره نتاع بيبليسيتي معينه وتقف عليها الكاميرا لحظه زمان وتتعدى معناها كان يتبع في السيارة كانوا قبل زاد عديد الافلام اللي هو البطل اللي يبدا يخرج مثلا عنده مشكله مع مرته ولا مع حد من عائلته ولا شعل سيجارو وترى يبدا هكا فوق سطح ولا حاجه والعفيش زاويه نتاع ماركه نتاع سواقر مثلا تحيلك الى هذا وهذا كله مازال موجود في الافلام الكل اقل اقل يا جميله من مشاكل تسويق الافلام التونسيه. انت تاخذ اكزومبل الدخان ما موجود كل شيء لا موجود اما نحكي على سورتو سيجارو من مشاكل تسويق الافلام هو لي زانسير برودوي لي زانسير برودوي سي انورم لو كو وقت اللي كون تي فا فوندر لو بعد يقع الباساج في التلفزه من المشاكل الكبيره هو امانة اللي ما نحبوش ابراهيم يظهر لي تدخل مسلسلات تونسيه لا لا حتى في مش مصري مش تونسي عربي هو التدخل تلقى سافر في في السيناريو انك تقول واه يا بين ماشي توا ماشي العطار باش تقضي مالا اشري لي باكو بسكويت الماركه الفلانيه يعني سي يعني حاجه كيما لي زيميسيون دو كوزين تو ان نو سيغ بلو ريان على خاطر ولات سوبر ماركت صغير معناها سوبريت موجوده مش الكل بيان سور لا لا الكل كل في اغلبهم لا لا الكل انا عمري ما نعمم لا لا كل كل في كل تعميم ما في جرب تجربه بحكم التجربه خدمت في برشا منه تضطر مش تبدل الغوسيت تبدل لي زانغريديون دو لا غوسيت على خاطر البرودوي خاطر هو يقول لك انا مخلصين والله العظيم بلاسمون برودوي معناها من الحاجات اللي خلتني ما عادش نجم نخدم في الكوجينة حاجات الكوجينة تدخل الكوجينة ما زلت ندخل الكوجينة مع بعضنا باش نسألكم على البانزيروتو شنو هو البانزيروتو سي بان بانزيروتو سي دو بانزاني سا بانزيروتو
خبز الروز زيرو كالوري. بانزاني سيت اون مارك ايطاليان تاع خبز الروز. وما نصورش انا نسال على ماركة انس. خبز معمول من الروز. لا نابولي هي من اشهر المناطق في العالم اللي تتعرف باش بيتزا بالبيتزا. باه البان زيروتو شنو؟ هي كعبه بيتزا. كيفاش؟ بان زيروتي. اي بيتزا كشبيها؟ مسكره. مسكره كيفاش؟ كي الكالزوني. كوم لا كالزوني. سي 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 ابراهيم بون قريب بوتك ابراهيم. ربما تتعرف البان زيروتو اللي هي عباره على بيتزا مقليه. هي نوع من انواع ستريت فود يعني اللي في الشارع تلقاه في نابولي. الفكره نتاع قليان البات نتاع البيتزا في نابولي ترجع بنا للفتره بعد الحرب العالميه الثانيه، وقت اللي وفات الحرب كانوا سكان نابولي في وضعيه صعيبه، وحتى لي زانغريديون معناها دو باز ما يلقاوهمش، دونك نتاع الكوجينه الايطاليه ما كانوش متوفرين بسهوله، حتى لي فور اللي هما بالحطب كانوا الكل مكسرين بالحرب، يعني ما كانش حتى من الممكن انهم يطيبوا بيتزا العاديه في واحده من معاقل البيتزا في العالم هي نابولي. ومن غادي جات الفكره انهم يقليوا البات نتاع البيتزا وكانوا يعبيوا البات تراديسيونيل نتاعهم بالغارنيتور ويقليوها، البات تطيب والغارنيتور تذوب، واهم لي زانغريديون كان الكوتا. ومن وقتها ولات البيتزا فريت معروفه برشا في نابولي، وجات على مده هي بوغ انها خاطر الفور مكسره وما فماش مواصلات فوالا كي ادوري فريمون. وبالوقت ولاو فما دي زانغريديون اخرين بخلاف الكوتا، ولا يحطوا طماطم موتزاريلا اللحم شاركوتري وغيره، وهذه هي تصويرتها في الباج اف ام. هي ما تعدي ما هي خاطر اسمها مضخم بان زيروتو. اما احنا عندنا زيد الملاوي يعملوه بال عروت نتاع الملاوي. ما تشبه اكثر كعبه بريك دانوني صغيره معناها. شبه البريك دانوني برشا داير نسيبو بان زيروتو صحيح. شبه نسيبو الملاوي امان كانوا يعملوا فيه بال ما نعرف شنو يحطوا فيه يقرب الكوجينات المتوسطيه تقرب بعضها يعني. مش مسكره كيما هذه هذه مسكره مطبقه هذيك المسكره مطبقه مطبقه نتاع الجنوب اللي فيها صوص طماطم صحيح والبصل والحارسه بنينه ياسر في قفصه في قفصه وحتى توزر زاد الجنوب الكل الجنوب الكل مثلا عبد الستار كيما شفتوا في عند طلين هما الغافيولي مثلا الغافيولي تجي يعملوها باللحم ولا بالجبن حاجه. فما برشا ريستورانات في ايطاليا يعملوها كاميز جور اللي هما ما يطيبوهاش مقرونه ولكنهم يقليوها تولي كل بريك يعني صغيرة صغيرة كل بريك تسميه فريت تسميه فريت كما في البرتغال يعطيك الوحدة شو تسمى تريليا في تريليا كاكاي لابيريتيف مونج تو مونج تو كاين في تونس زاد موجود حتى في رسالة البرتغال حلق الويب موجودة. أنا هي دولة رفض كريستيانو رونالدو أنه يروج لها السعودية هي السعودية حسب التلغراف جواب صحيح هذول هذايا سيدتي المخرجة تصفيق أنس رفض كريستيانو رونالدو عرض مغري من مجلس السياحة السعودي باش يروج لزيارة المملكة. الصفقة اللي اقترحتها السعودية قيمتها حوالي 6 ملايين يورو في العام، هو مطالب اون كونترو بارتي أنه يروج صورة إيجابية على المملكة اللي تتوجه للاستعانة بالرياضيين الكبار والأحداث الرياضية الكبرى باش تبدل التصويره السلبيه اللي عندها في الخارج. اون فيت السعوديه قاعده تتعرض السنين الاخرى لانتقادات من منظمات حقوق الانسان الدوليه كيما هيومن رايتس ووتش ومنظمه العفو الدوليه بسبب الانتهاكات لحقوق الانسان. خاصه وفي عام الصحفي اي خشقجي في عام 2019 استضافت السعوديه مسابقه كاس السوبر الاسبانيه وحضروا فرق كيما ريال مدريد وبرشلونه. وقتها التلفزيون بوبليك معناها الاسبانيه قامت انا قالت علاش ما نتقدمش بطلب باش تاخذ حقوق النقل التلفزيوني، على خاطر بالنسبه لهم المسابقه باش تنظم في دوله ما يحترموش فيها حقوق الانسان. ما يحترموش حقوق الانسان، عيشه صعيبه برشا، عيشه الظلف برغم الفلوس اللي عندهم سامحني، لكن هذا ما يفيش اللي في العامين الاخرانيين السعوديه قاعده تعمل مجهودات باش قاعده البوفوار بوليتيك النظام السياسي قاعد ياخذ
في الارضيه من النظام الديني من كهيئه هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واللي عاملينه مش في الشعب السعودي بارك حتى المواطنين الاجانب اللي يقيموا في السعوديه باستثناء الغربيين خاطر الغربيين ما يتطبقش عليهم هذا لا مش اي عندهم عندهم منطقه خاصه كومباوند يعملوا فيها اللي يحبوا يا اما بقيت مثلا توانسه ولا صوماليين ولا جزيريه ولا باكستانيين ينطبق عليهم معناتها القوانين السعوديه اللي صعيبه برشا واحد يعيش في بلاد ما يجيش سخانة ربي وزيد معناتها هالشيء اللي الاتموسفير وزيد معناتها القيود على الحريات قيود كبيره على المراش تلبس اش تعمل ما تعملش على دونك يا ما في الاخرانيين قاعدين يعملوا في مجهود باش يتبدلوا يحبلوا برشا وقت وذاك علاش برشا نجوم ينجموا يمشيوا يلعبوا في الامارات وفي قطر ما سامحني ماهيش مجهودات تلقائيه راهو تحكي مثلا على المراه تخرج سياسيه لا اراده سياسيه هذاك ايش قلت لي وجايه من برا زاده مفروضه من برا لا مش جايه من برا لبرا ولا اللي يهمهم فيهم يا جميل اعملوا شو بالنسبه للغرب بالنسبه لهم هل يصير في السعوديه في بعضكم ما يهمنيش فما اراده من النظام السياسي تبدل ديرنير مول خلينا نقولوا محمد بن سلمان اللي عمل اللي وراه طبعا عنده وانا معاك اللي عنده يد وراء جريمة الخشقجي لكن ما ننكروش وانه عنده المزايا وانه حب يطور من الحياة متاع السعوديين والعباد اللي يعيشوا غادي ابراهيم انت مع انه نجم كبير مثلا يروج لديستيناسيون يروج ل ان ايفينمون ايه هو ذيك خدمته ما بين شنو لازم لا فوالا هنا خاطر فما برشا حاجات راهو في وسطه ايش اقول خدمته باه اي مي ممكن ساعه يتعارض بتتر مع سياسه دولته مع قناعاته مع قناعات. فما بلدان انا نقول فما بلدان اخرى زاد اللي ممكن ما معناها تنتهك في حقوق الانسان وفما بعديد من النجوم اللي معناها شوف اسرائيل مثلا الكيان الصهيوني فما عديد من النجوم اللي سوقوا ومشوا لعبوا غادي ومشوا ميسي مثلا وعلاقته بال ميسي مثلا رفض الدعوه هذيا بالسعوديه مثلا لا هي دعوه كانت مفتوحه لي لكن ميسي لعب كذلك في الكيان الصهيوني اي بون سا سي سي لوبينغ سا فما دو بوا دو ميزور فما دو بوا دو ميزور يمشوا ولكن انا بالنسبه لي انا مطلقا اذا كان هو باش اذا كان كما قال انس توا السعوديه ماشيه في انفتاح وانا بالحق كان ما جاتش الكورونا مثلا فما مهرجان كبير نتاع السينما بدات قاعات السينما المراه ولات تسوق معناها جو بونس كي فو ايدي بالعكس معناها يلزمناش نقعدوا نناضلوا على حقوق الانسان في السعوديه ما يلزمنا زاد الخطوات هذه الصغيره نجموا معناها يفو لابوي بي بون مارادونا ما حبش يعملها تو يعملها ميسي وكا هو ولا اسمه جو سي بور جو سي بور اي بون كما قلت اما حاجه واحده انه مش على خاطر الفلوس تعميم معناه ضد قناعاته انا مثلا رغم اللي ما حبش يمشي السعوديه يشني فيها السعوديه ولا غيرها عنده قناعات عنده قناعات منعه من انه معناه رغم الفلوس برشا ينجم يكون عنده قناعات خليه يمشي لقايا اخرين اذا كان هو مقتنع اي باسكو نحيي فيه القناعه فوالا قناعه رغم اللي انا مش شاطروش الراي مش شاطر الراي نقول انا مش برشا بالنسبه للرجال 6 مليون دولار بالنسبه لرونالدو سي غيان مش منعرفش ما تغريش ياخذ في 40 اخته تصويره هي تصويره على انستغرام 1 مليون دولار سي غيان بالنسبه لي هو سي بالنسبه لي انا 6 تصاور معناتها حق 6 تصاور في انستغرام هي حكيت بلوتو قناعات وكما قال ابراهيم كي تبدا فما دوله هي مقموعه وفما امكانيه ان بتتر ظهوري لكن في العام يعاونها اي ما فيها باس انا شفت مره جورج كلوني في السودان وشنو كيفاش عاون وشنو عمل الصغيرات غاديكا معناها با فورسيمون راهو فنان تنجم تكون عندك قضايا وتلتزم بها مش بالضروره سياحيه وزعما تعطي في تصويره مزيانه للبلاد هذيك لا هذيك الحاجه الانسانيه هذيك قناعاته الشخصيه برشا نجوم كبار يعملوا هذا انا جو سوي بور سا معناها ولكن انا سؤالي يخص الحاجه اللي فيها كونتربارتي ستادير بالترويج مثلا يجيك انت عقد يقول لك بربي باش تروج لتركيا كديستيناسيون متميزه الكاشي نتاعك 200,000 دينار مثلا هل تقبل؟ برشا عملوا كيكا كيفن كوستنر روج لشركه الطيران التركيه اي فوالا لا سا سا سي دو لا بوب معناها في كومباني فوالا بيغي دور انت هل مع هذا؟ وشنو العوائق ولا الحاجات اللي تمنعك؟ هذا سؤال انا معاه اذا كان البلاد تستاهل اذا كان ما فيهاش مؤاخذات
تركيا على خاطر على خاطر الفنان زيدا باش يعطي ايماج الايماج اللي باش يعطيها للبلاد زيدا تعكس هو شنو تركيا تستاهل مثلا تروج لهذا الخطوط الطيران التركيه البلاد بلاد وزاره السياحه التركيه تو انا اعطيتك مثال على كيفن كوستنر شنو عمل في خليني من هذا لكن انا نقول باي اكزومبل جات وزاره السياحه التركيه ما نجمش عندي دي توريست معناها لا لحظه نكمل مارشي مهم في تونس فيه مثلا 200 الف سائح تونسي كل يوم يجيو نحبهم يوليو 500 الف شنو نعمل ناخذ دي انفلونسور في الميديا والمسرح والسينما وغيره اختاروك عملوك بروبوزيسيون لك انت هل تقبلين السياحه بصفه عامه في بلاصه لا 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 عليه ليه على خاطر انت باش تحكي على البلاد الكل يعني لا ماهيش انسانيه القضيه راهو إيش نقول لك شفت وقت اللي تحكي على السياحة مثلا تحكي على السياحة على استقرار البلاد على أهمية الاقتصاد نتاعها على حقوق الإنسان يعني تروج على حرية الإعلام فوالا السياحة باش تروج البلاد الكل باغ كونتخ كي تروج الجزئية معينة إنسانية معاك لا لا مش إنسانية يا أخي خطوط الطيران التركية إنسانية ليش إنسانية أما وقت اللي تشوف مثلا كما قلت لك كيفن كوستنر عامل بيوب للخطوط التركية ونكون أنا مثلا ركبت فيها وشفت السيرفيس نتاعها وشيء الكبير نتاعها نقول اوكي لا فما فرق ما بين الترويج وانك لابريسياسيون نتاعك انت بيرسونيل يحكي لك هو كترويج استاذ تو بورت لو لابيل معناها نوليو نسميوك جميلة جميلة الكل حكاية فلوس تو انت معناها تو بورت ان بروجي تي فلوس راهي لعبة تاع فلوس ام سوري هو وقت صلاة المغرب في مدينة تونس يلا نمشيو لسؤال آخر شنية المقصود بشيك بسي اللي اقترحه الرئيس الفرنسي شيك بسي جو كرو في تونس كانوا زاد يقترحوه تشوف بسي الناس كل مرضى فوالا انه لو شيك بسي اي بايي بار لا سيكوريتي سوسيال بلاش تنجم تمشي تشوف بسي شكون الكاتيجوري اللي يقصد فيها؟ اللي مرضوا بالكوفيد لا اللي عندهم يغلي يخدموا برشا لا النساء لا لي زونفون لا السيسي لا خاطر اللي ما انتخبوش اس دي اف اللي ما انتخبوش الطلاب لي زيتيديون هو الحق لكل طالب متقلق انه يزور مجانا مختص نفسي بشرعه اعلن هذا الرئيس الفرنسي نهار الخميس في جمله من القرارات اللي تخص الطلبه على خاطر الدوله ناويه انه استئناف الدروس يكون بطريقه عاديه في السداسي الثاني من القرارات اللي باش تعاون انه الطلبه يرجعوا يقراوا بطريقه عاديه نحكيو على الشيك بسي اللي باش يتحط على ذمه اي طالب يستحق عنايه نفسيه بدايه من فيفري يعني اللي كانت للكورونا اثار نفسيه صعيبه عليه ينجم في اي وقت يتحصل على الرعايه النفسيه اللي يستحقها من قبل اطباء مختصين القرارات زاده نحكيو على زوز وجبات تتوفر لكل طالب الوجبه الواحده قيمتها باش تكون 1 يورو ويتحصل عليها من المطاعم الجامعية رغم قالوا قبل كانوا كان الطلبة المتحصلين على منح هما اللي ياخذوا وجبة واحدة في النهار حتى الطلبة متاعنا زاد الطلبة متاعنا ما ينجموش يتنقلوا بين المدن ما باش يرجعوا يقراوا اي الله اعلم خاطر التنقل بين المدن ممنوع يا ما يرجعوا يقراوا ولا فرنسا خاص باش يرجعوا يقراوا اون بريزونسييل اون سمومون ينجم بالكار ديتيديون ينجم يتنقل من مدينه واخرى راهو ينجم يخرج ان دوكري ولا يخرج قرار يقول لك راهو بالكار ديتيديون ينجم يمشي كي توقفك دوريه فهمتني وخرج نحكي لك في نظريا معنى هذا الدولة مطالبة باش انها تقول وبطاقة طالب كفيلة ولا بطاقة تعريف طالب كفيلة هذا هو شنو لازم يتعمل التونسية ما خرجتش وقالت هذا فما حاجة فما حاجة مهمة سمعت هذا بديهي لا سامحني سامحني لكن باش يوقفك حرس سامحني فما اتيجيون ما عندوش كارت يوقفك دورية احكي معاه وابدا مفاوضات معاه وعندي علاش انت تقول في الكلام هذا سامحني سامحني عرفت نقول لك علاش على خاطر فما شكون يبدا وحده في الكهرباء يقول شبيك ما لابس بافيت يقولوا راني وحده في الكهرباء يقولوا لي نسكل وهذيا صارت خاطر ما توضحتش كدولة صارت في الاول صارت غدوة حتى هذه تصير في الاول البارح صارت البارح صارت ليش حكيت واحد وحده وقفوا البوليس وقالوا شبيك ماكش لابس بافيت وإلا فالو كو السيد هذاك اوتمون بلاسي مش في القضاء معناه مش نجم نسكتو
واللي في المترو والمترو وفي الكار إيه؟ كلهم لابسين بافات. انا نشوف فيهم في الشوارع انا بلاش بافات. انا نشوف فيهم حتى ما جاهم. توقف انت واقف في الكار. في الكار كي توقف كل يحب يوقفك الدوريه يوقف. وكي يوقف طالب ويقول راني طالب ويبدا يثبت لك في في شبيهه مقطعه. ليه وبخلاف هذا وتصوير شبيهه بشريخ وانت يقول لك انا ما عنديش تعليمات بانه بطاقه طالب خليك تتعدى. فما حاجه حقا مبروك عليهم الكمان جدد. ريت كي تعمل الكونفينمون ريت كي تعمل الكونفينمون يا في دي ديتاي الناس قعدوا يسالوا فيهم والروضات اسكو معنيين والريستورونات شنو وكيفاش حضر تجول في نهار كونفينمون وهما لي ديتاي ما كانوش واضحين باش يقول للناس راه هكا وهكا وهكا راهو هكا وهكا ان توكا بعد الفالي بتتر مده صغيره بعد كلكو زور بور ريكتيفي هذا هو سامي راهو عنده الحق هو ملاحظه مهمه جدا قالها لا لا فهمت اليوم يخرجوا يقولوا فوالا باغمي لي نوفيل ميزور راهو ما فماش تنقل ما بين المدن وان باراليل تقول راهي الجامعه تحل راهي محلوله الجامعه ومش تشتغل في الدراسه اللي يقرا في قابس اللي يسكن في قابس ويقرا في تونس يلزمك في الاتصال وفي الكلمه اللي قلتها تقول راهو مثلا الاستظهار ببطاقه الطلبه يخلي سامحني سي عبد الرزاق مثلا يتفاعل معانا سي عبد الرزاق الخالد يقول لك لو مينيستر دو لانتيريور ا بريسيزي لور دو بروميير كونفينمون ciblé que la présentation par les étudiants d'une carte ou par l'enseignant d'une carte professionnelle suffit pour se déplacer entre régions. Ah, mais tu vas dans l'ouzir déchiré. Eh ben, tu vas dans l'ouzir, tu vas dans l'ouzir. Eh ben, c'est ça. يتبدل الوزير تتبدل القرارات مع تفكير جديد يعني حتى نفهم القرارات على مر هذه مش تفكر القرارات على مر الاولى نمشيو لعالم جوجل شنو هي التسميه الجديده نتاع جوجل ادوردز بدايه من 2018 جوجل شنو هي التسميه الجديده بدايه من 2018 نتاع جوجل ادوردز بدايه من 2018 جوجل مش ادوردز مش هذاك اللي غبت فيه الخريطه مش لا جوجل شقول جوجل مابس هذاك جوجل مابس جوجل ايرث فاهم جوجل ايرث المفروض نقولوا اللي تعاملت في 2018 مش 2018 اللي تعاملت 2018 جاوبونا صحيح برك اللي تعاملت 2018 تفضل حبيت نربح شويه وقت عرفت نحل عركه معاه يا ابراهيم شيء ما حبش يركب انا جوجل مابس اللي نخدم بها كارت اسمها كارت نو باهي هي جوجل ادز ا دي اس ولا الريجي بوبليسيتير نتاع جوجل ادز انشئت في 2000 في الولايات المتحده الامريكيه وهي المسؤوله على لي بانيير بوبليسيتير اللي يخرجوا لنا بعد ما نعملوا بحث في جوجل ولا على ريزو بارتنير نتاعو يخرجوا لك الببليسيتي الطريقه نتاع استعمال جوجل ادس هي استهداف المستعملين نتاع جوجل من خلال لي مو كلي وجوجل يعرف الاهتمامات نتاع المستعمل بيان سور من خلال الكومبورتمون دو نافيغاسيون نتاعو معناها انت كمستعمل لجوجل تكتب مو كلي حاجتك بمعلومات عليه في الباج تخرج لك ثم جينيرالمون زوز اجزاء تلقى في الوسط لي ريزولتا اللي يتسموا ريزولتا ناتشورال ويبداو منظمين حسب الاقرب للحاجه اللي تفركس عليها مثلا مايور جوار دو فوتبول يخرج لك اقرب للبحث نتاعك معناها مارادونا مايور اي فوالا يبداو يخرجوا لك فما في الباج من الفوق بالكل لي زانونس اللي يتعداو بجوجل ادس واللي زاد عندهم علاقه بالبحث نتاعك مثلا انت كي كتبت في الغوشيرش كلمه سياره يخرجوا لك من الفوق لي ليان ريكوموندي اللي عندهم علاقه بالطلب نتاعك الجزء الفوقاني تاع الصفحه هذا هو اللي يبيعوا جوجل يعني هو الاسباس بيبليسيتير وتعتبر الطريقه هذه نتاع الاعلانات ناجعه على خاطرها سيبلي يعني الاعلان ما يخرج كان كيبدا في المو كلي اللي انت فركست عليه معناها تقول انت ماركات نتاع الاوتوموبيلات تقول انت سياره مثلا باش يشري عبد الستار بعد عمر طويل سياره يخرج له من فوق توموبيل يخرج له من فوق كراهب مثلا دي سيت يبيعوا كراهب مستعمله كراهب جدد تخفيضات في نفس المجال تعرف سامي انا شك فيهم اكثر من هكاك صارت لي يمكن مرتين وفما برشا حكوا لي نفس الحكايه نبدا نحكي انا مثلا انا هاي ايناس نقولوا مثلا والله ظهري يوجع فيا ماذا بيا ادري شنو
نلقى بقى البيب خارج نتاعك صحيح صحيح نتاع الظهر نتاع اللصقه نتاع الظهر نتاع اللصقه طبعا نقول مثلا والله تعبت انا من الكيران حاب ناخذ كهرباء يخرجوا لي انواع الكهرباء من غير ما نكتب راهو شيء راهي التكنولوجي يقول لك يعرف علينا كل شيء منهم الحكايه اللي صارت اللي واحد يحكي بعث هذا جوجل قالوا راهو بابا يدخل لي في البوات ميل نتاعك فمش نعمل باش معاش يشوف لي البوات ميل نتاعي يا اخي جاوب يقول قال راهو ماهوش بوك جوجل يعرف كل شيء وبفيسبوك وكل شيء فما حلو مش خايب تعدي يلا وي جبتك برشا جدد باش نبي شويه عاد يوم لي عادي لي زوز ثلاثه في النهار طر التحليل يلا اس يا فوتريك Shell V-Power, le carburant premium, il y a-t-il motor karaptek akther nage a ofa'ile. Shell V-Power super sans plomb et gasoil sans soufre, élu produit de l'année. رجعنا في راسين كاري, مرحبا بكم مجددا المستمعين. سؤال يقول شكون اللي أصدر قانون أفريل 72 اللي يخص القطاع الاقتصادي في تونس؟ هو الهادي نويرة, عاش ما بين 1911 و 1993. هو من أهم الشخصيات السياسية اللي عرفتهم تونس. تولد في المنستير وقرأ في الثانوي في سوسة قبل ما يمشي لفرنسا وين خذ الباك في 33, وبعد خذ الإجازة في الحقوق في 36 من جامعة باريس. كان اونتخ تو عنده نشاط سياسي من ميشيل باريس, ساهم برشا في النشاط نتاع جمعية شمال افريقيا المسلمين في فرنسا, وكان من الطلبة التوانسة الاولانيين اللي ساند الحزب الدستوري الجديد. وبسبب الانشطة السياسية نتاعو السلطة الفرنسية خذت قرار بترحيله ورجع لتونس في 37. في احداث افريل 38 دخل السجن في تونس, وبعد مشى في جوان 39 لمارسيليا وين وقع اعتقاله هو وستة من المناضلين منهم الحبيب بورقيبة. وبعد في الحرب العالمية الثانية أفرجت عليهم السلطات الألمانية في 42, مشاو روما احتجزتهم الحكومة الإيطالية, رحل يعني رحلهم الكل بخلاف بورقيبة لتونس في أفريل في فيفري عفوا 43. رجع لهادي نويرة يمارس في نشاطه الوطني في تونس بعد الاستقلال. تعين لهادي نويرة وزير التجارة في حكومة طاهر بن عمار الأولى 54-55, ومن بعد وزير الماليه في حكومه طاهر بن عمار الثانيه, وبعد دخول اتفاقيات الاستقلال الداخلي سبتمبر 55 افريل 56 كان هو اللي مهد لانشاء البنك المركزي التونسي في نوفمبر 58, وتعيين اول محافظ ليه, وبعد تعيين وزير اول في 2 نوفمبر 70. كان انتهج وقتها سياسه اقتصاديه وانمائيه خرجت تونس من الازمه اللي تعدت بها بسبب تجربه التعاضد. ووقتها أصدر نويرة قانون أفريل 72 اللي شجع المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار في تونس وقدم لها امتيازات كبيرة خاصة من الجانب الجبائي لواء 72 نعرفوها برشا من خلال الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس, خاصة في قطاع النسيج. لا لا في قطاع النسيج لواء 72 ما عندكش حق تبيعه في تونس, فما الكونترول تاع الدواني توسا دونك انا مو الجو هذا. يا لا تفضل معناها ماهوش قاعد يتباع اي تباع خلصة يبيعوا خلصة الا الحاجات اللي فيهم دي ديفو يخرجوا حاجات فيهم دي ديفو يبيع عندهم الحق تنعرف ماركة وحلوا لهم باب انهم يبيعوا 30% بقى 30% حلوا باب انهم يبيعوا شوية من البرودوي نتاعهم. نعرف انا مثلا دقيقة نقص عليك اونتر بارونتيز, ثم ماركة بتاع جينات كانت موجودة في تونس اللي ماركة كبيرة وكانت موجودة, ومن كثرة ما اللي يتهز معناها مهم الكمية هز مولاي الجينات جيناته وقماشاته ومشى لبلد شقيق هج من تونس حاشني حبيت نقول على ذكر السيل هادي كي رجع من فرنسا لتونس هو بالبكالوريا في الصيف باش يعدي صيفيه هنا ويرجع في قيد معناه مش يرجع يقرا شويه طلبوه مستير فرحوا ما فرحانين ولدهم وكذا طلبوه مش يعمل محاضره عمل محاضره على سوء التصرف الاقتصادي الفرنساوي في تونس وقتها وبشوم كان الحاضر غاديكا المراقب المدني تاع مدينه المنستير المراقب المدني الفرنساوي اللي هو معناه الور معناه وقال كلام اللي معناه قال الحقيقه معناه كيفاش انه فما سوء تصرف كبير وكذا وكيفاش معناه فكان الاراضي تاع التوانسه فرحلته عائلته بالوقت
معناها ما كملش ما نجمش يكمل الصيفيه خاطر خاف، خافوا عليه دارهم، وما كان دارهم ميسوره من الناس لبس عليهم، هجوه بالوقت من غدوه ولا بعد غدوه ركبوه وقالوا ترجع لباريس غاديكا برمش اقلع روحك على الاقل غادي نضمن لك خير من هنا شكون يعرف يوقفوك. الحاجه الثانيه لما بتعرفوا اللي اصيب بال استنقذ مسكين في اخر حياته معناها صارت له اتاك بعد ما صارت الاحداث نتاع قفصه، كان نراو حتى في التلفزه كان الرئيس الحبيب بورقيبه الله يرحمه من كل تويكا يمشي يعودوا يمشي يطلع عليه ساعه ساعه ورانا في التلفزه زار فخامه الرئيس الحبيب بورقيبه سعيد العيد المنيره وكذا. فلزينب مرته الله يرحمها تحكي لنا تقول انه بعد ما يزوروا سي الهادي تعب يعني يخرج سي الحبيب مني لدرجه انه يجيبوا له الطبيب كل مره فما بهتوا ما فهموش علاش شنو السبب هما يقعدوا حدهم يعني تخليهم على راحتهم. فدخل نهار جاء قعدت معاه قعدوا معاهم على عشا ولاده ولا هي بيده ولا ما عادش كفايه اما قعدوا حاسلوا معاه فلاحظوا عندنا سي الحبيب يقول له هو بيك وقت ما يتكلمش الهادي يقول له لا يا سي الهادي فعلي خالتي درا شكون هي هكا قعدوا جمعتين وتوفيت عمتي ما نعرفش شكون هي هكا صار الحاسل هو يحكي له معناها الدم هبط فقعد طبيبه منع الزياره كومبليتمون وقام سي الهادي بعد ذلك الحمد لله انا شخصيا ريته وسلمت عليه بعدين يمشي بالعكاز وكل شيء لكن قام وقعد مده تعافى معنا شويه فما لسه كان لكن تعافى شويه من طرف امور علاقته مع سي الحبيب هو يحسب له لا بريود فاست نتاع الايكونومي تونيزيان احسن فتره تقريبا هي فتره السبعينات اللي تشجيع على الاستثمار وتشجيع على الاستثمار والاستثمار اللي ورى معناتها فما دي بيركسيون بوزيتيف فما انعكاسات ايجابيه. هذيك احسن فتره تقريبا في 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 60 سنه استقلال فتره الهادي نويره سي لا بيريود الاولى سي لا بيريود فاست. الحاجه الطريفه زاد انت تحكي في طرايف عبد الستار اني تفكرها وانا صغير قبل ما يتنحى الهادي نويره قبل ما يعزل واحد فما كانت لا مش عزل هو مرضو يا ما قبل صدفه المصادفه نفكر وانا صغير نمشي من باب القويس الشارع مدريد ثنيه كامله فما بوسترات كبار في تونس بورقيبه ونويره شادين يد في اليد وهزينا مع بعضهم فهمتني فتفكروهم هذوك بعد مده كيف كيف بورقيبه ومزالي مع محمد المزالي وكيف كيف عاد كي راو العباد تصوير بورقيبه ومزالي قالوا هاو كيف كيف مزالي مادام هزوا يده مادام شي نحي وهذاك اللي صار نحاها جوست ميساج لانس عند مستمع صبري تحيه ليه اهلا صبري قال لك اللي يحب الليل ويسهل الليل بكله اذا كان tu n'autorises pas Google معناها pour accéder à ton micro et ta caméra mais ils n'ont pas ils vont pas reconnaître انا عندي ثقه في جوجل فوالا لا معلومه مهمه معناها معلومه مهمه انا كنت tu n'autorises pas Google donc هو ما يخش في الموضوع ساعات يبعث لك اوتوريزي سي ما تعرفش بعد احنا نقول اوتوريزي النقطه نعقب على كلام انس في حكايه يحكي لي سي فؤاد المبزع وقت اللي كان والي الشيخ مدينه كي توفى سي علي الزواوي اللي هو الثاني لو دوزيام غوفرنور دو لا بانك سنترال كي خرج سي الهادي نويره مشى وزير اول تسمى هو كان سي الحبيب يحبه برشا ويستنجبوا تعرفوا اللي مات اكسيدونتيلمون مشي الحاج بالعيون مسكين عمل الاكسيدون وتوفى على غير رادة. فهز التقرير نتاع اش عملت بلدية تونس وقت والي شيخ مدينة قال لهم جملة هكا سمينا النهج اللي قدام البنك سنتر على القديم الهادي نويرة سميناهش نهج الهادي نويرة يا اخي سي الحبيب قال له كي يموت الهادي نويرة اش نسمي له ماله؟ معناها كي يموت البريفولي وما يتقبلوا بالفعل ما يتقبلوا يلا فما توب فايف نتاع هدافي كأس العالم شنو شكون فيهم لي توب فايف؟ هما ميروسلاف كلوزو كلوز رونالدو 16 هدف واحد رونالدو الحقاني. رونالدو البرازيلي مش الحقاني البرازيلي الحقاني باهي كان بالنسبه لي انا كريستيانو رونالدو حقاني اسمه رونالدو 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 مش كريستيانو رونالدو حتى كريستيانو حقاني تار شيبي جارد ميلر 14 هدف هذوما ثلاثه مازالوا زوز معناتها شكون هم الزوز الاخرين؟ انت ما اللي فات ذكرته ابراهيم الطايف واحد من هدافي كأس العالم على مر التاريخ توب فايف فيه رونالدو البرازيلي ميروسلاف كلوز وكلوز هذوما ثلاثة الأولاني
جست فونتين جست فونتين فوالا مازال واحد مازال واحد اي طلع واحد عاد ونعف عليهم برازيلي اخر رونالدينو لا رونالدو بولي هو بولي هاني قلت لك بولي قلت خل نتحدى بيه ما سمعتكش يوم الاولاني رونالدو والثاني كلوز فما جست فونتين الاولاني كلوز ب 16 هدف هذا السؤال من اقتراح زميلنا الجديد استاجير معنا عزيز توا فهمت وهو قد انت كوارجي جبت انا جمعت الكره اول كيستيون عندي قلت له يلا بعد شويه نرجعوا في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش